كده اعملي يا شهر اوكي كده 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 ايوه على روحي مش راضي ايه لا طيب فتحي يا ورده اقفلي يا ورده افتحي واحد اثنين جاهزين روح هناك روح هناك روح هناك روح هناك هناك فتحي فتحي كده فتحي واحد اثنين ثلاثة بص يا شابوش يا صباح الخير يا صباح الخير على الخير دي انت كويس ناوليني ناوليني الازازه دي وانت لسه تعبان بابا احنا لازم نروح الدكتور الدكتور ان شاء الله ان شاء الله دواء ايه ده اللي بتاخده ده دواء مغص بيريحني يا بنتي واد زي الفل ابوه كان صديق ليا من زمان من 30 سنة ما فيهوش غلطة واحدة بابا انت ازاي تفكر اني ممكن اتجوز بالطريقة دي الله ما تشوفيه الاول وبعدين انتوا هتتجوزوا على طول انتوا لسه هتتخطبوا وتتعرفوا على بعض وبعدين ابوه بعت لي 8 مليون جنيه وحطيت زيهم وجبنا الارض بتاعت المصنع المصنع؟ مش ده اللي كان نفسك فيه يا بنت بس عايز اعمله لوحدي مش هينفع تعمليه لوحدك لازم حد يكون معاكي وانت حكمت علي ازاي اني مش هعرف طب ازاي هتوفقي بقى بين شغلك وبين المصنع لازم الواد هاني يكون معاكي هاني؟
عايزك يا بنت. انا اصلا ما بحبش الاسم ده. انت تتجوزيه ولا تتجوزي اسمه؟ وبعدين ده اسمه هاني. هاني اسم مزيكات يا بنت. وبعدين تبي تدلعي يا ستي وتقولي له يا ابو كمال. روح يا ابو كمال، تعالى يا ابو كمال، اقعد يا ابو كمال. ها وبعدين كفاكي مظاهر بقى. ابو كمال ايه بس يا بابا؟ انا مش عايزه الموضوع ده. اسمعي بقى يا بنت صلبي، انا سبتك الفتره اللي فاتت دي تخبطي في الدنيا وتخبط فيكي بالطول وبالعرض، واديتك الفرصه كامله كامله، وانا قلتها لك امبارح وحاولها لك كل يوم. مره واحده بس امشي ورا ابوكي، امشي ورا ابوكي، ولو ما عجبكيش لو ما عجبكيش ما تعمليش، مش هغصب عليكي تعملي اي حاجه غصب عنك، بس لازم اشوفك بتحاولي بتحاولي بجد. بس دي حياتي وانا من حق اختار. تمام تمام، هي حياتك، بس ادي كمان ابوكي فرصه انه يساعدك في اختيار الحياه ديت، ولو مش تمام خلاص. ماشي يا بابا، يعني لو قلت لا مش هتزعل؟ مش هزعل. يا بنت انت هتلعبي ليه بالصياعه ده على ابوك يا بنت؟ ما انت ممكن تشوفيه كده على طول وترفضيه. اهبل انا. صدقيني صدقيني يا هبه يا بنتي، خليك عاقله وهتدعي لي. وده هشوفه امتى ان شاء الله؟ يوم يومين بالكتير، الواد سافر امريكا بيخلص شغله. وجاي وهتشوفيه. وهو موافق انه يرتبط بالطريقه دي؟ طب واد مؤدب بيسمع كلام ابوه مش زيك. انت شفته؟ شفته. واد راجل يسد عين الشمس. يعني ايه سد عين الشمس؟ ممكن تشرح لي؟ هي مش الشمس ليها عين، هو بقى بيسد عين الشمس. يا بنت اختيش يا بنت، هتشوفيه لما يجي. قلنا راجل. يو بقى يا بابا يا ماما. خلي بابا بقى تنفعك. ماله هاني؟ ابوك بيقول انه زي الفل. الله، لا ده انا معمول عليا كومبينه بقى. ايه الكومبينه دي؟ بلدي قوي. بقول لك ايه يا حاج، انا بفكر نجيب لها حد يعلمها الكتيتيت. الكتشيكيت يا وليه، الكتشيكيت هتغلط. الكتشيكيت كتشيكيت. قولي قولي كتشيكيت. قولي قولي كتشيكيت. 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 تتعلمي ده. ماشي.